نواصلوا مع الترجي تي في ونواصلوا مع البطولة العربية لكرة الطائرة. مرة أخرى نذكر ترجي تأهل دور نصف النهائي بعد ما فاز 3-0 ضد الأهلي القطري. قبل ما نحكيوا على التقرير ولا خلينا قبل أن نبدأ ساعة بالتقرير، تقرير على المباراة بين ترجي التونسي والأهلي القطري ثم نرجع نتحدث في البلاتو. مش مشكل، مش حاضر التقرير بعض دقائق ويحضر التقرير. خلينا نرجع نحكيو على المباراة وعلى الدور النصف النهائي ضد فريق الزهرة اللبناني باش نواجهوه غدوة في نفس توقيت 6. نحب نحكي على الحضور الجماهيري، شفنا اليوم كان السالة كانت متوسط الحضور. صحيح كان متوسط الحضور، ولو يعني بارك الله فيهم اللي جاوا يعطيهم الصحة وشجعونا ووقفوا مع الفريق نتاعنا. ما احنا الدعوة هذه مفتوحة إن شاء الله على البلاتو بتاع تونسنا، انه معناتها نطلبوا من الجماهير باش تساندنا غدوه ان شاء الله يوم الجمعه ويوم السبت. ولا ربما كان خاطر وسط اسبوع نستقر نستخدم غدوه نهار الجمعه والنهائي ان شاء الله كان تاهلنا ان شاء الله. نهار السبت هذا معناها نتوقع الجمهور باش يكون حاضر. نتوقع انا ما عنديش حد شك يعني الجمهور باش يكون معنا موجود بعدد كبير زاد. والمقابله اليوم كانت ترجع لنا، قلنا الشوط كيفاش حكيتوا مع اللاعبين بعد الشوط الاول، كيفاش حكيتوا مع الفريق باش يرجع خير؟ معنا شفنا الشوط الثاني والشوط الثالث كانوا افضل على مستوى اللعب. اول حاجه معناتها حددنا النقاط اللي غلطنا فيهم واللي خلاتنا معناتها نعديو شوط صعيب مع الفريق القطري. اول حاجه هي ثم قل التركيز وما عطيناش قيمه اللي يستحقها الفريق الثاني. ربما يكشف ما حبش يكشف اوراقه في الدور المجموعات. فريق اهلي قطر يعرف خاطر افضل مناسب في الدوره هو الترجي التونسي، دونك ما وراش كوارتو ما فرش كوارتو الكل ووقع عليه. ممكن زاد يكون سبب هذا، وزاد ممكن اخر كما قلت لك الفرق هذه تتجمع ويزيد عليها عناصر جديده ممكن تدخل في الفريق فالمستوى نتاعها يمشي بشويه بشويه ويطلع. فالمباريات حتى اللي شفناهم وسجلناهم كما قال المدرب سي فؤاد معناتها عندنا الفيزيوناج وعندنا الماتشات نتاعهم. صراحه اليوم فاجئونا، مستوى كان معناتها اعلى برشا من اللي شفناه في المباريات اللي فاتت. فهذا كان عنصر من العناصر اللي خلات احنا زاد فريقنا فاجئونا في اول مباراه وخذوا النقاط وخذوا علينا. عملنا احنا غلط زاد دخلنا في الاستسهال ودخلنا في الكريسباسيون كما نقولوا معناتها. خلينا نشوفوها، وقالوا لي تو التحذير حاضر، تقرير حاضر مباراه الترجي التونسي والاهلي القطري. لعبنا مع فريق متحرر من كل الضغوطات، يلعبوا ماكسيموم تاعهم، فيهم برشا ملاعبيه اجانب، فيهم اغلبهم فريق قطري اللي مش اجنبي متجنس وما تابعوا، دونك ملاعبيه شبعانين فولي بول ويعرفوا يلعبوا كل شيء ولعبوا متحررين. قلقونا وخلاو الضغط يعلى شويه، لكن الحمد لله معناها عرفنا في الاوقات الحساسه نتجاوز بعض النقائص. احنا القوه الفريق اللي الفريق نتاعنا اللي وقت لي مومون ديفيسيل يعرف كيفاش يلعب، فما ملاعبيه اللي تعرف تتصرف في الكوره في الكور الصعاب تتصرف فيهم. هذاك اليوم عمل ديفيرنسا سورتو في لي سورتو السيت الاولى اللي كانت معناها كل شيء على الاخر. لعبت الاكسبيريونس نتاعنا عطات اكلها اليوم. ماتش ما كان سهل حتى طرف كما ترى اعصاب وجمهور يلزمنا نفرحوه وهبطنا كريسبي برشا مش شويه، اما الحمد لله في الاخر انتصرنا 3-0. كانت مقابله صعيبه برشا اما المفيد الواحد ترشح للدور نصف النهائي. صحيح ما كانش سهل سورتو الادفيرسير اليوم
عدى بارتي قوية ياسر، هما مستنسين عندهم فرديا باهين معناها كوم جوارات تجي تقوم بجوارات بجوارات تلقاهم باهين برشا، مي مش مستنسين يلعبوا بالكدا. اليوم لعبوا كوم ايكيب لعبوا بالكدا بالكدا وقلقونا برشا، مي روزمون حتى سيتي ان بون تيست معناها اللي نحن في نيفو باهي عرفنا كيفاش نخرجوا بالفيكتوار في 3-0 باش ما اقل تعب، وان شاء الله نحضروا احنا غدوه هكا. سباراكير قطر تاريش فيلاج دوم ان بون تيست، نحب نربط الكلمه هذيا ان بون تيست قالوا على المقابله نتاع اليوم يقولي هذا هي ملخص معناها المهم. ربحنا 3-0 ولكن ان بون تيست قدام منافس معناها ثبت اللي هو قيمه عنده قيمه ثابته في البطوله. صحيح ان بون تيست خاصه مع تالورجا ما تخلناش في الماتش كوم يلفو معناتها كيما كنت تشوفوا معناتها عملنا غلط من الاول وكريسباسيون وبرشا حاجات معناتها، مي بالاكسبيريونس تاع جوارات عرفنا نرجعوا وعرفنا نتحكموا في اعصابنا ونصبروا لاخر لاخر الشوط ولاخر كل شوط باش نربحوا المباراه. بيان سور بون تيست خاطر باش يخلينا زاد الكونسنتراسيون تاعنا تطلع اكثر في الدومي فينال وفي الفينال ونكون ان شاء الله جاهزين. شنو كانت نقاط القوه نتاع المنافس اليوم؟ فاش قلق في الارسال بكشي في ال... والله هي اول حاجه نجموا نقولوها انه كل ماتش ثم ان ديويل مونتال يصير ما بين لي دو زيكيب وثم لي بريسيون زاد على شكون توزن. احنا علينا بريسيون، احنا فريق منظم ومطالبين بالنتيجه بالطبيعه، فالبريسيون كانت علينا احنا اكثر، هما مرتاحين نوعا ما معناتها ولا شيء معناتها داخلين في الربح داخلين في الربح وخارجين من الخساره، فهما لعبوا بدون حسابات واللاعب كي بدا معليش ضغط ويلعب بدون حسابات نجم يعمل لك حاجات ما تستناهاش منه مش مستانس يعملها، فهذا اللي خلاهم هما يقلقونا. ثاني شيء انه عندهم لاعبين معناتها على مستوى باهي فنيا ولعبوا على مستوى باهي اليوم فقلقونا، واحنا كما قلت لك ضيعنا مثلا خاصه في الارسال الشوط الاول ضيعنا 7 ارسالات كانوا هذوما ديجا نقاط مباشره للفريق الثاني فهمت، فاحنا سهلنا له شويه المهمه وهما زاد كانوا عداو مستوى عالي. الحمد لله كما قلت لك رجعنا بشوي بشوي. وين تحسن اداء الفريق على في الاتاك في الديفونس في الستوب تاع الكره؟ اول حاجه ثم عندنا صور نشوفوا فيهم وراك صور قدامك كانت نجم تلخص لنا تشوف صور هذوما فيش كانوا وتقوى نقاط القوه نتاعهم ونقاط القوه نتاعنا احنا زاده في المباراه. هي كانت ثم النقطتين مع تفارقين في كانوا احنا ضيعنا الارسال وحتى كي كنا نعديو ارسال كان سهل نوعا ما بالنسبه لهم، كي كنا ارسال سهل معناتها هما باش يستقبلوا ونجموا اليو على مستوى الشبكه يشوطوا معناتها مرتاحين، فكانوا هما ماخذين علينا النقطه هذه. في نفس الوقت هما كانوا كيما قلت لك مرتاحين نفسانيا في الارسال يقولوا احنا ياخذوا دي ريسك معناتها يلعب ارسال وما يهموش معناتها يغلط ما يغلطش. من ناحيه اخرى قلقونا احنا على مستوى الاستقبال، فاحنا الهجوم تاعنا كان زاد متاثر من الناحيه هذه. من بعد بشوي بشوي بالطبيعه بالخبره مع في الكونتر تاعنا بدا يخدم بدينا نرجعوا شويه كر، الرسير بدا يرجع نقصنا من اغلاطنا، فهنا بدينا نرجعوا معهم في النقاط معناتها. وبالطبيعه عندنا فريقنا معناتها ما شاء الله لاعبين على عندهم خبره يعرفوا يتصرفوا في الكور الحساسه تاع اخر الشوط واخر المباريات، عرفنا كيفاش نخرجوا منها معناتها. وتوا كيفاش باش تعرفوا كيفاش جينا دور نصف نهائي غدوه نفس توقيت كاليوم اقل من 24 ساعه على المباراه، كيفاش باش تكون ريكوبيراسيون تاع الملاعبيه؟ هما يعني ثم الريكوبيراسيون اللي تصير انديفيدويال معناتها كل لاعب يعرف كيفاش يحافظ على نفسه كيفاش يرقد ويشرب معناتها الماء بالكدا في الليل. بالطبيعه ثم دوره انه غدوه صباحا التمرين الصباح تمرين خفيف يساعد في الريكوبيراسيون. شنو هي البرمجه؟ كيفاش شنو اوقاتكم غدوه؟ يعني كيفاش تقول تقوموا وقتاش فطور وقتاش تمارين وقتاش ترجعوا؟ هذا كل قبل مباراة نتصور لازمكم الخمسة الربع نص تبداو في قاعة زواوي. صحيح انا نقوم الصباح عادة معناتها مع 8:30 تاع الصباح ياخذوا فطور الصباح وبعد ساعة 9:30 نمشيو للتمرين، ساعة 10 نعملوا ساعة تمرين.
تكون معناتها ماهيش على مستوى معناتها ما يطلعش مستوى. هذاك شنو نسلك حس التمارين على شنو تركزوا خاصة؟ نعرفوا التمارين معناها في نفس النهار من الماتش على شنو يكون التركيز؟ هي تكون انه في باش يمس الكرة نعملوا معناتها ما فيهاش تنقيز ما فيهاش جهد كبير للاعب، يمس الكرة يعمل سيرفيس نعملوا ريسبسيون نعملوا شوية ستريتشينغ للجورات. ثم بعض اللاعبين اللي ما تشاركش مثلا في المباراة السابقة ممكن هذوكم يعملوا تمارين مثلا نتاع اتاك على الفيلي ولا ينجم ينقز معناتها يعمل مش فيزيوناج على وراكم مباراة الأخرى نتاع دور ربع النهائي نتاع الفريق اللبناني الزهري. أنا جايك معناتها معناتها بعد التمرين هذا نرجع للوتيل قبل الفطور نتاع نص النهار نعملوا ريونيون اللي فيها الفيزيوناج جولة تكون نقعدوا في الصالة معناتها ويشوفوا الإكيب اللي باش نلعبوا ضدها كما قال سي فؤاد معناتها ثم دي لوجيسيال يعطيك كل شيء حاضر معناتها. ظلي سهرية من انت سي فؤاد اللي لابس تقعدوا تسهروا تقعدوا ديكورتيكيو والله مش نقاط ضعف نتاع الفريق صحيح كما قال هو حتى الستاتيستيك وتاخذوا عندنا ستاتيستيان يخدم معنا يحضر لنا هو الخدمة هو بده يسهر أكثر واحد الناس كل تسهر بالطبيعة يلزم غدوة يكون كل شيء حاضر والجوارات باش هما عندهم واجبهم أنهم باش يرتاحوا وإحنا واجبنا باش نحضروا لهم الخدمة الغدوة للماتش خاصة اللي واش قاعد هو الجمعة وسبت وإن شاء الله نص نهار سبت الدور النهائي إن شاء الله إن شاء الله إحنا معناتها حسب ما نشوفوا نظريا معناتها نقول نظريا بالطبيعة إحنا المؤهلين معناتها باش نفوزوا يبقى باش تثبت باش تثبت هذا في الميدان معناتها لازم تلعب لازم تبذل مجهودك ما كملتليش قلت الفيزيوناج وبعد عندكم بعد الفطور فما كولاسيون قبل ما تعداو الماتش ولا تصير كولاسيون خاصة كي الماتشات يوخر شوية الوقت نتاعو عادة في ستة هما يعرفوا عندهم ديزابيتود جوريت معناتها ملاحظة مهمة قلقكم العامل هذا المباراة تستنوا فيها باش تبدا ستة ساعات تبدا سبعة وشفنا حتى مباراة تبدا بعد السبعة صحيح بالطبيعة قلقنا ولو احنا الحمد لله خذينا احتياطاتنا معناتها انه الفندق مش بعيد ياسر على الصالة معناتها 10 دقائق على أقصى تقدير فهاكا باتصال بالصالة وبين الفندق نقعدوا نستناو نعملوا حسابنا وقتاش باش نخرجوا باش ما نقعدوش نستناو برشا زاده في الصالة غادي. هاي مهمة ذي ما تخلطوش للصالة وتقعدوا نستناو. معناتها نعملوا حسابنا الماتش الأخراني اللي قبلنا يلزموا يبدا بعد ما يبدا هو احنا نخرجوا ديجا معناتها في 10 دقائق نوصلوا للصالة ما لبسوا الأولاد وبداوا يحضروا رواحهم يكون هذاك الماتش مثلا وفيه معناتها ونط رغم اللي تغير توقيت مباريات البارح سي شكيب وسلامة كان قال لنا المقابلات المسانس تنطلق مع نص نهار وبدات 11 وهذاك صار اليوم زادها بديتوا مباراة مؤخر شوي هو تغير وقتيا وعاود رجع في نفس الوقت 12 لانه اغلب الفرق معناتها ما تساعدهاش ما ساعدهاش الوقت هذا خاطر يبداو بكري فرجعوا اليوم زاد كيف لعبوا من 12 ومواد ساعتين والاربعه وبعد احنا اليوم تسمى مش تاخير كبير برشا معناتها ساعه معناتها وصلنا لعبنا اكثر معناتها 7:30 كان بريفيو 6 لعبنا 7:30 8 غير 4 ثم في الوقت هذا احتجزتوا في قاعة سواوي فكيتوها حتى فريقنا نتاع الهوند رصدتوا يلعب في قاعة أخرى قاعة صغيرة نتاع رادز تورنتي هاك حاضر معنا كنوا هاك كملنا مع الكرة الطائرة تو نتنقلوا لكرة اليد ومع فريق كرة اليد اللي يواصل كما قلت قبيلة سلسلة إيجابية من الانتصارات ومرة أخرى الفريق ينتصر بفرق عريض نرجعوا البطولة الوطنية لكرة اليد والمقابلة الأخرى يشارك فيها الترجي التونسي ضد شبيبة الشحية بعد ما فاز الترجي على جريمدا نهار الاربعاء دخلوا الاولاد ماتش الشيحية بنفس التركيز وخذوا الاسبقية من الاول على المنافس الشوط الاول وفاز 16-9 الشوط الثاني واصلوا الاولاد بنفس الريتم بالرغم ان المدرب نجيب بن ثاير رتح بعض العناصر ودخل لاعبين شوبين اللي قاوا فيه 33-19 بفارق 14 نقطة كامل الحمد لله يا ربي هذاك اللي كان في البرنامج بتاعنا حضرنا اللاعبين من انه الفرق هذوما
لازمك تاخذ بيتك من الاول، لازمك تنزل عليهم خاصه دفاعيا من الاول، لازمك تكون حاضر مع انك تعطي ريتم من بدايه المباراه. هذاك اللي صار، اخذنا الفارق ابارتير من 20 مينوت وصلناهم حتى الفرق 7 و8، وهذاك بالدفاع نتاعنا وبالهجمات المعاكسه الملصقه خاصه اللي هي معناها كلها باز دوكيباسيون راسيونيل تاع التيران، وكلها باز دو تراواي كوليكتيف. الاوبجيكتيف تاعنا كان اليوم انه نرتحوا يسري الغالي ونرتحوا كمال العلويني. رتحنا طبعا ايمن حميد اللي عنده اصابه خفيفه، ولعبوا بلال العبدلي، لعبوا عمر بن ساسي، والباقي كل ياخذوا نصف مباراه. الحمد لله من الماتش لماتش قاعد يخدم على روحه، حاول باش يمارك يدخل في الجروب القدا، ان شاء الله فما كامل خير. سليم وسيم معناها خبره، ومعناها عندهم معناها في يديهم برشا كوره، واحد هو قاعد كل مره ياخذ من عند واحد. الحمد لله ربي هما قاعدين يعاونوا فيا، معنا سي هيثم زاد نور دي جاردينات زاد قاعد يعاون فينا، والحمد لله ربي واحد هو بشويه بشويه فينا سقطه سعودي، ان شاء الله من حسن الى احسن. اي والله احنا محضرين بكدا قدر الشحيه اليوم، خاطر النسق نتاع البطوله مازال طويل، مازال لازمنا ناخذ النسق بشويه بشويه. باهي اليوم بارتي باهي، سيرتو ديفونسيفمون كنا في المستوى. نهار الاثنين بعدي ساعتين ونص الاربع في القبه. هاي كما شفتوا فريق كرة اليد عاود انتصر بفارق مرضي 14 النقطة. نذكر مباريات كرة اليد، نبدأ بالمقابلة الأولى نهار السبت، الفريق يواجه الجمعية الرياضية بأريانا، ثم نهار الأربعاء فريق عاود يرجع قاعة الزواوي، عاود يرجع الوليد باش يواجهوا المهدية، ونهار الأحد يتنقلوا للشباب التشيحية مباراة الكأس ثم نهائي من الكأس. ونذكر زاد مقابلات، مقابلة كرة القدم نهار السبت ماضي ساعتين استاد رادس ضد نجم رياضي المتلاوي، وبالطبيعة نذكر أيضا بالبطولة العربية للكرة الطائرة غدوة دور نصف نهائي ضد فريق الزهرة اللبناني الستة في قاعة الزواوي، وإن شاء الله ترشحوا بقدرة الإله، ونهار السبت يكون النهائي كيف كيف الستة في قاعة الزواوي. ياسين صغيري شكرا، مذيع مسرد الفريق كرة الطائرة، شكرا كنت حاضر معنا اليوم. يعطيك الصحة. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم، نذكركم نعاودوا نلتقاو غدوة في الترجي نيوز مع 8:30. تصبحوا على خير، ليلتكم زينة، وتحية الترجي.